عليكم، عاملين ان شاء الله تكونوا كويسين. احنا قبل كده اتعلمنا يعني ايه كود برمجي، مكونات الكود البرمجي بتكون من النوع، من الاسم، من القيمة. تمام، الاسم قلنا ان بيكون مثلا ممكن يكون سترينج، ممكن يكون مثلا انتشر، ممكن يكون مثلا دبل، ممكن يكون مثلا ليست، حاجات كتير هناخدها قدام. تمام، ولكن الفكرة ان مكونات الكود البرمجي دي هي اللي انا بشتغل عليها في كتابة اي كود. تمام، طيب بعد كده بيكون لي نيم. في ناس سألتني قالت لي يعني ايه النيم، ايه فكرته برضو، او الفاريبل. الفاريبل يا شباب او النيم اللي احنا بنكتبه للكود البرمجي او مثلا الحاجه اللي بندي لها قيمه جوه الفاريبل ده. فكره الفاريبل عموما يا شباب ان احنا بندي له اسم بحيث ان احنا نسجله بالاسم، يعني نسجل القيمه دي بالاسم بالذاكره. فهمت قصدي؟ يعني انا مثلا بدي مثلا الفاليو 5 بسميها مثلا داتا، الداتا دي هتتسجل باسم مثلا داتا ده في الذاكره، القيمه بتاعتها بتكون 5. فدي فكرة الفاريبل، ان هو بيسجل قيمة او بيحفظ القيمة دي في الذاكرة بتاعة الجهاز. تمام، طيب قبل كده اتعلمنا ازاي نعمل برنت مثلا، بعد كده بدأنا نوصل الموضوع شوية، عرفنا ان الكود ليه تايب معين بيتكتب بيه، عرفنا يعني ايه فاريبلز المتغيرات، طبقنا عليه اول حاجة اللي هي السترينجز او السترينج اللي هو ان احنا نعمل سترينج نصي بيقبل جملة او كلمة او حروف. بعد كده طبقنا عليه بمثال بالشكل ده. تمام، طيب عرفنا الدولار ساين نستخدمها امتى، بعد كده طبقنا بالشكل ده. تمام، طب جميل جدا. النهارده هناخد حاجه جديده، خلينا نعمل كده ونبدا على جديد. تمام، طيب هناخد النهارده ايه، هناخد حاجه اسمها برضو تبع الفاريبلز برضو، ولكن هتكون اسمها نمبرز. فاحنا هنبدا ان احنا نيجي هنا كده بالشكل ده كده ونقول نمبرز بالشكل ده. تمام. طيب جميل جدا، هنبدأ ان احنا نطبق النمبرز. الشباب عندنا منهم نوعين، هم نوعين بس. اي رقم في العالم بيتكون من حاجتين، يا اما بيكون مثلا عدد صحيح يا اما بيكون مثلا كسر. يعني مثلا ممكن اقول 1 2 3 4 5، ممكن اقول 1 ونص 2 وربع 3 وربع كده. فهمت قصدي؟ فيا اما عدد صحيح، العدد الصحيح اللي هو بيكون انتجر او بيرمزوا له ب انت او بيختصروه بانت مثلا، اللي هو ده بيكون مثلا 1 2 3 4 اي عدد بقى، تمام، ما لا نهايه. ده بيكون ايه يا شباب باختصار؟ ده بيكون عدد صحيح بالشكل ده. تمام. على فكره الناس اللي متابعه في كورس البايثون برضو، فهتلاقي الكلام ده موجود في البايثون، نفس الكلام كوبي يا شباب، مفيش اي اختلاف. صدقني انت كده بتدرس اكتر من لغه برمجه في كورس واحد. خلينا نقول مثلا لو جينا نروح للي بعد كده اللي هو الدبل، دبل بالشكل ده. تمام، دبل ده بيكون عدد كسري، يعني بيكون مثلا قلنا 5 ونص 7 وربع كده يعني. تمام، فنبدأ ان انا اقول مثلا 3 مثلا بوينت 5، 3 ونص مثلا 9 مثلا 2 كده يعني. تمام، فده بيكون عدد كسري. تمام، خلينا نعمل عدد كسري بالعربي والانجليزي، هو مش هنمكم من حاجة. تمام، طيب فده كده العدد الصحيح، وده كده دبل اللي هو الكسري. تمام، ده كده اسمه نمبرز. نطلع فوق شوية في حاجة اسمها سترينجز. يبقى احنا كده خدنا نوع اللي هو النصي، وفي نفس الوقت خدنا نوع اللي هو الأرقام. ده كده يرجع لإيه؟ يرجع للفاريبلز، للمتغيرات، أنواع المتغيرات. تمام، طيب نرجع تاني. يبقى احنا قلنا هنا إن في حاجة اسمها الداتا تايب، نوع البيانات. البيانات ليها كذا نوع، زي سترينجز مثلا، زي مثلا النمبرز. هناخد حاجات قدام ان شاء الله بس عشان ما نحرقش، فيعني خلينا فاهمين ان هو في اكتر من كذا نوع. تمام، طيب خلينا دلوقتي ناخد مثال بقى عملي. لو احنا مثلا عايزين نطبق اللي احنا شرحناه نظري ده بشكل عملي، هنقول مثلا لو احنا هنعمل انتجر مثلا بالشكل ده، هنقول ان في انتجر. قبل كده احنا كنا بنعمل فاريبل بندي له اسم عشان يتسجل في الذاكره او يتعمل له تخزين في الذاكره. نقول ان انتجر مثلا هيكون مثلا اسمه في. تمام، انا عامل كومنت ليه. تمام، طيب هيكون اسمه مثلا في. تمام، الفي ده هيكون بيساوي مثلا 5 بالشكل ده. تمام، دي طريقه كتابه الانتجر يا شباب، مش بحط علامات تنصيص ولا دبل كوتيشن ولا سنجل كوتيشن، مفيش الكلام ده، الكلام ده بستخدمه مع السترنج بس. تمام، طيب هيكون بيساوي 5. هعمل انتجر تاني بالشكل ده، انت بيساوي مثلا 10 بالشكل ده. تمام، طيب استخدمت مثلا 5 و10، عايز اجمعهم الاثنين مع بعض. قدامي طريقتين، ممكن اعمل مثلا، خلينا بس نديها قيمه، مثلا نقول ان الانت ده مثلا بي وان البي ده بيساوي 10، عايزين نجمعهم مع بعض. ممكن نقول مثلا انت تاني خالص يا شباب، الانت ده مثلا اسمه اكس، والاكس ده قيمته بتساوي الفي زائد البي، اللي هو الفي اللي هي الخمسه زائد البي اللي هي العشرة، يعني باختصار 15. السيمي كولن، نبدا احنا ننزل تحت ونبدا ان احنا نعمل برنت
الشكل ده. بعد كده نبدأ ان احنا نقول اطبع لي قيمة الاكس. الاكس طبعا اللي هو قلت لكم بيساوي الاتنين، الاكس في قيمة الفي اللي هي 5 وفي قيمة البي اللي هي 10 اللي هو اصلا الاكس. هطبع الاكس هيطلع لي قيمة الفي مع البي اللي هم 15. خلينا نعمل ران ونجرب عشان نفهم برضو الموضوع بشكل عملي. تمام، نت ضعيف بس تمام 15. طب جميل جدا، خلينا مثلا نجرب حاجة تانية. أنا دلوقتي مثلا يعني جمعت الاتنين دول، هل لو أنا مثلا جمعتهم أقدر أطرحهم من بعض؟ أه تقدر تطرحهم. برمجة أصلا سواء في بايثون أو في دارت أو في جافا أو في لغات كتيرة جدا هتلاقي فيها إن أنت تستخدم يعني البلس مثلا أو الماينس أو سلاش أو تايمز أو الحاجات دي، إن أنت تقدر تعمل مثلا جمع أو طرح أو قسمة أو ضرب أو الكلام ده كله. يعني مثلا هنا جمعت أقدر إن أنا أعمل ماينس مثلا، فكده أنا هنقص مثلا فيبقى سالب 5. تمام، فأقدر أعمل مثلا تايمز أو نجمة بالشكل ده. تمام، فأنا كده بضرب، هيقول لي مثلا 5 في 10 ب 50 تقريبا، أه فهيطلع لي هنا. تمام، طيب فدلوقتي زي ما أنتم شايفين كده أقدر أعمل أكتر من حاجة يعني في نفس الكود، يعني أقدر أجمع وأطرح في نفس الكود. تمام، طيب خلينا ترجع 15 زي ما كانت عشان نوضح بس الموضوع. دلوقتي أنا استخدمت هنا العدد الصحيح، هل اقدر استخدم مثلا يعني حاجة تانية معاهم زي ايه مثلا؟ زي دبل، يعني احنا قلنا ان عندنا انتجر عدد صحيح وعندنا الدبل اللي هو بيكون عدد كسري، اقدر استخدم معاهم دبل؟ اه. طيب ازاي استخدمها؟ هكتب دبل بالشكل ده، بعد كده هقول ان الدبل ده قيمته مثلا اسمها خلينا نقول مثلا بي. بي طبعا انا استخدمتها قبل كده فبالتالي مش تنفع معايا. تمام، فلازم تبقى واخد بالك ان انت لما تكتب مثلا فاريبل ما تكررش اسمه تاني. تمام، طيب ممكن تعملها كابيتال هيقبلها مفيش اي مشاكل. تمام، طيب بس الفكره ان انت ما تكررش اسم الفاريبل، يعني خليه حاجه مختلفه. تمام، طيب فاحنا نقول مثلا ام، الدبل ده هيكون مثلا ام، الام ده هيكون ليه قيمه، القيمه دي هتكون مثلا بتساوي 2 مثلا ونص. تمام، طيب الاتنين ونص دول هنبدا ان احنا نجمعهم على ال 15 فهيطلع عندنا 17 ونص. طب ما تيجوا نجرب الكلام ده، برنت بالشكل ده، وممكن على فكره نعمل سترينج او عفوا نعمل مثلا انجر. الانجر ده اصلا فيه قيمه الاثنين، يعني مثلا هيبقى فيه قيمه الاكس وقيمه الام مع بعض ونبدا ان احنا نعمل له برنت. بس احنا هنعمل ده دايركت دلوقتي ازاي؟ هنعمل برنت، هنحط السيمي كولون بتاعتنا بالشكل ده، بعد كده هنبدا ان احنا نعمل الام او خلينا نقول الاكس الاول بلس الام بالشكل ده. يبقى انت هتطلع لي يا معلم القيمه بتاعت الاكس اللي هي اصلا 15 اللي هي اصلا ناتج الفي مع البي، بعد كده هتجمع لي عليهم الام اللي هي اصلا 2.5. المفروض الناتج كده عندنا يطلع 17.5 تقريبا، المفروض يطلع 17.5 بالظبط، طلع عندنا 17.5. طب سؤال، هو ليه طلع لي 15 وبعدين 17.5؟ يعني هو لو هيطلع لي دي لوحدها ودي لوحدها فالمفروض طلع لي 15 والمفروض طلع لي 2.5، لكن هو طلع لي 15 مره و17.5 مره. هقول لك البرمجه دي ماشين ما مش فاهمه حاجه، انت بتبرمجها بتقول لها اعملي لي 1 2 3 ما ينفعش تقول لك 1 2 3 ونص، فاهم؟ ما ينفعش. فهتعمل ايه؟ هتبدا ان انت تعمل او عفوا هتبدا ان انت تحلل كود بكود. يعني مثلا انا هنا هجمع هحط ده على ده، هجمع ده مع ده، هطلع لك الناتج بتاعهم واعمل لك برنت. انا هنا عملت برنت، ممكن انا اشيل برنت دي بالشكل ده، يعني مثلا ممكن اجي هنا كده اعمل كومنت. تمام كده، فكده مش هيطلع لي ال 15 الاولى دي لان انا عامل له برنت اكس، والاكس اصلا قيمتها الاثنين فهيطلع لي 17.5. فهمت قصدي؟ فالبرمجه كده يا شباب لازم كل حاجه بتبقى دقيقه شويه، بس صدقني يعني هي حاجه مقتبسه اصلا من عقل البني ادم. تمام، ان هو كل حاجه بيشوفها بيتبرمج عليها وبيتاثر بيها فبيبقى فاهم الحاجات دي كقواعد وكاساسيات، فدي مفاهيم البرمجه. تمام، طيب هل اقدر مثلا اجمع اكتر من كده او زود اكتر من كده؟ اه مفيش اي مشكله. طيب في نقطه مهمه بقى عشان بقى بديكم كل التريكات الفنيه دي، اقدر اعمل مثلا استخدمت قبل كده مثلا الام، الام مثلا قيمته كام؟ مثلا 2.5. هل اقدر اعدل عليه او ازود عليه من غير ما اعدل فيه؟ ما هقدر اقول لي ازاي يعني، مثلا مش محتاج اعدل هنا، مش عايز اعدل هنا، بس عايز اعمل تعديل بسيط كده يزود لي او يعدل لي فيه. فهمت قصدي؟ اه تقدر تعمله. هتعمل ام ايكوال هتدي له قيمه جديده، الام بيساوي 2.5، هتدي له مثلا 3 او خلينا نقول مثلا كمان 2 مثلا بحيث ان هو مثلا يساوي 5. تمام، 2.5. تمام، طيب يبقى احنا كده زودنا القيمه بتاعت الام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل برنت بالشكل ده، بعد كده هنبدا ان احنا نقول مثلا ان القيمه بتاعته اطبع لنا قيمه الام بس عشان نجرب، بس هتطبع لنا قيمه الام. وبالنسبه لده كده هتبدا ان انت توقف لنا تعمله لنا كومنت هو كمان عشان ما تطلعليش القيمه مرتين كده. انت تطبع لي ام المفروض تطبع لي 2.5
انت لو كده يعني لو ده اللي في دماغك فانت تقول المفروض ان هو طلع لي كده 2.5، هقول لك لا المفروض كده طلع لي 5. تمام؟ طيب هيجيب الخمسة منين او هيطبعهم منين؟ انا اصلا اعلنت قبل كده عن الام واديت الام ده اصلا قيمة 2.5، بعد كده انا قلت له الام بيساوي 2.5. طب ما هو اوريدي كده انا ما غيرتش حاجة، انا ممكن اعمل حاجة اقول لك الام بيساوي ام، فهمت اللعبة دي؟ ام ايكوال ام بلس 2.5، يعني هتاخد الام اللي هو اصلا انا مش عارف قيمته كام، اللي هو اصلا الفاريبل ده اللي هو اسمه ام قيمته 2.5، هتاخده بلس هتزود عليه بقى 2.5. تمام؟ تبدا ان انت تعمل لي برنت بالشكل ده، فابدا ان هو طلع لي كام؟ 5. فهمت قصدي؟ فانا اقدر ازود، يعني اقدر اعدل على القيمه. طيب ليه انا هنا كتبت ام دايركت، ما كتبتش مثلا دبل ولا انتر والكلام ده؟ اقول لك لان انا استخدمت الام وزودت، يعني انا دلوقتي لما قلت له الام دي بتساوي كذا فانا زودت عليها، فانا اوريدي استخدمتها في فاريبل قبل كده، فقلت لك ما ينفعش تعمل اثنين بنفس الاسم، لكن انا بزود على قيمته. فهمت قصدي؟ انا هنا بشتغل على الام، لو اشتغلت على البي فهيشتغل على البي اللي هي قيمتها ب 10، يعني انا بديله على حاجه اصلا استخدمتها قبل كده. فهمت قصدي؟ دي اخر حاجه حبيت اشرحها لكم. ان شاء الله في الحلقه الجايه هناخد حاجه جديده برضو عشان ما اطولش عليكم زي الفيديو اللي فات. ده كده باختصار الشرح، بتمنى تكونوا استفدتم منه، اعمل شير لغيرك عشان كله يستفيد، ونشوفكم في فيديو جديد من قناه فيروس 7. السلام عليكم.